غيابات الوداد والرجاء، يمكن في كلام كتير عبر السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية، الأسماء أو الأرقام الغيابات لسه مش محددة، مين مؤكد غايب هيكون في الوداد ومين مؤكد غايب في الرجاء؟ في الوداد قد نشهد عودة ثنائي كومارا وداري، ثنائي خط الدفاع بعد يعني غيابهما مدة طويلة. أشرف داري غاب تقريبا موسما بكامله بعد الإصابة في ديربي الذهب. أما كومارا فقد غاب من شهر غشت، يعني تقريبا شهرين، وقد يحضران أو قد يكون حاضرين في هذه المباراة. بالنسبة لغيابات الوداد، ليست هناك غيابات. ممكن أن يغيب الظهير الأيمن عبد اللطيف بوسيط الذي أصيب في العضلة الضامة في المباراة الأخيرة أمام الفتح الرباط. أما فيما يخص الرجاء فالغيابات هي التي كانت من قبل، ولحد الساعة لم يحدد ما إذا كان هؤلاء اللاعبون سيحضرون إلى مباراة الزمالك أم لا، وهما عبد الرحيم شاكر وسند الورفلي اللاعب الليبي لاعب خط الدفاع وعمر بوطيب. هؤلاء اللاعبين سيكونون يعني تحت الطاقم الطبي وتحت مراقبة الطاقم الطبي، علما أن اللاعب الأقرب للحضور هو عبد الرحيم شاكر اللاعب الذي يلعب في خط الدفاع خط الوسط بطبيعة الحال.